ديت برضه وسط البلد في سان بطرسبرغ، اسمه النيفسكي براسبكت. هنا طبعا الفنانين والرسامين اللي عايز يرسم نفسه خلال 20 دقيقة 30 دقيقة صورتك بتكون مرسومة. وطبعا وراء المكان دوت في جناين ممكن تقعد فيها، هي روسيا كلها جناين عموما، أماكن ممكن تقعد فيها يعني. في هنا برضو ناس لابسين اللبس الأسطوري بتاع القياصرة الروسيين، وتتصور معاهم تقريبا بما يعادل دولار واحد يعني تقريبا 5 جنيه 10 جنيه، وما بيرضوا بأي فلوس، ما بيقولوش أي فلوس أساسا. طبعا روسيا مشهورة بالمسارح، فكل في أي حتة هنلاقي مسرح كبير ومباني جميلة جدا من 200 ومن 300 سنة وأكتر كمان. طبعا لو كملنا في الشارع دوت هنلاقي أهم معلم في مدينة سان بطرسبرغ اللي موجودة على كل الإعلانات بتاعتها، اللي هو الكنيسة، الكنيسة المشهورة اسمها سباسنا كرافيا، أو تقريبا الدم المسكوب، كنيسة الدم المسكوب حاجة كده بالمعنى ده. دايما شايفين المباني كلها نفس الشكل تقريبا في نفس الارتفاع. ده الاوتوبيس اللي هو بدورين، ده بيلف السيتي دور، بيلف البلد كلها وبيفرعك على معالم البلد. الاوتوبيس زي ما احنا شايفين اهوت، ده الاوتوبيس اللي بيلف وبيفرج الناس كلها على معالم البلد. طبعا هنا عشان نعدي الشارع يستحسن نعدي بالنفق، فانا عشان كده هحط في الفيديو دلوقتي يعني.